حياكم الله من جديد. فريق البحرين يسعى بكل ما أوتي من قوة لخدمة الوطن وتأمين صحة المواطنين والمقيمين في هالمرحلة اللي تسعى فيها البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا. البحرين تبذل الغالي والنفيس من أجل سلامة كل شخص على هذه الأرض الطيبة، وهذه الفترة الاستثنائية اللي نعيشها أثبتت قدرة البحرين على تخطي كل الصعوبات بتكاتف الجميع وتعاون كل أفراد المجتمع. وأثبتت البحرين بعد جاهزيتها الطبية واستعدادها لمواجهة فيروس كورونا والانتصار عليه بإذن الله. عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن تكون معنا عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، استشاري الأمراض المعدية في مجمع السلمانية الطبي، الدكتورة جميلة السلمان. يا هلا وسهلا فيك دكتوره، حياك الله معنا. الله يخليك، الله يطول عمرك، شكرا على الاستضافه، يعطيكم العافيه. الله يعافيك دكتوره. يعني لابد من كلمه تقال قبل ما نبتدي معاك في اي سؤال. يعطيكم العافيه على كل الجهود اللي تقومون فيها، جهود جباره، يعني جهود لو نحكي عنها ونتكلم عنها اكيد ما راح نوفيكم حقكم. كفايه ان احنا نحس ان ارواحنا كلها امانه في يدكم، وانتم قد هذه الامانه. يعني فعلا يعطيكم العافيه، هذا الشرف للجميع وهذه امانه، وان شاء الله الجميع بخير والبحرين بخير ان شاء الله يا رب. بدايه دكتوره، يمكن في تساؤلات كثيره احنا اليوم راح نطرحها عليك، بس نبي نتكلم دكتوره عن استخدام البحرين حق الهيدروكسيكلوروكوين كعلاج للكورونا، كلمينا عنه. طبعا هذا الموضوع مثل ما على الساحة، سواء كانت حق العامة أو حق اللي يعملون في مجال الطب أو العلماء على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة، صار أكثر من حديث وأكثر من نقاش على هذا الدواء، هذا الهيدروكسيكلوروكوين، ومدى فعاليته، أو هل له مضار أخرى اللي ممكن أن تكون تفوق الفائدة في العلاج. هو يعني الجميع لازم يعرف هذا دواء الهيدروكسيكلوروكوين هو دواء قديم، مو دواء جديد، استخدمناه لمدة سنين عديدة لعلاج أمراض أخرى، أغلبها هي مرض الملاريا المعروف، والأمراض اللي احنا نعتبر لهم احنا نسميهم الأوتوميون اللي لهم علاقة بالمناعة مثل الثعلبة والروماتيزم، وعندنا استجابة والمرضى يظلون عليه سنوات بدون أي مضار وبدون. فخبرة العالم كله، خبرة دول المنطقة أو البحرين في استخدام هذا الدواء موجودة، ولا هو دواء جديد، ليست وليدة اللحظة يعني، فهو مو تجريبا في استخدامه، هو بس تجربة هل هو ينفع عنده نوع من الفعالية في علاج هذا المرض الجديد أو لا. طبعا الدراسات الموجودة ولا موجودة إلى حد اليوم هي دراسات كلها قامت بتجربتها ضمن التجارب العلمية، واحنا نسميها التجارب الكلينيكية أو السريرية، على حالات اللي هي تكون مصابة بالفيروس، وهي كلها كانت بين انه هو ممكن يفيد انزين فائده، وخصوصا في المراحل الاوليه للمرض، ما يكون في المراحل المتاخره، لانه هو الفكره اللي كانت العلميه عنه انه يمنع انه تكاثر الفيروس بكميه كبيره في الجسم، ويمنع الاعراض ويمنع المضاعفات ولا سمح الله الوفاه. طبعا احنا في مملكه البحرين احنا بدينا باستخدام الهيدروكسيكلوروكوين مثل ما احنا خبرنا في السابق من في شهر فبراير، وهذا كان اعتمادا على شنو؟ كان اعتماد على البروتوكولات العلاجية اللي كانت موجودة في هذه الفترة، فترة فبراير، واللي يمكن الناس يمكن تتذكر كانت دول بسيطة اللي كان فيها الكوفيد-19، يعني حتى في دول المنطقة احنا من أوائل الدول اللي يمكن وصلتنا الحالات وبدينا في العلاج. احنا ملاحظتنا احنا يوزن في الطب، احنا لما نستخدم اي دواء يوزن بين فعاليته، واحنا اللي نسميه بين موازنه مضاره وفائدته. هذا جدا مهم ان نعرفه واحنا نحسبه في الطب لكل دواء. انت حتى ابسط دواء ممكن يستخدم تخفيض الحراره ممكن له مضار، اذا استخدمته بالطريقه الخطا الجرعه الخطا بعد بسبب مضار، ممكن حتى يؤدي لحالات الوفاه. نعم. الدراسات اللي طلعت في الفترة الأخيرة يمكن حتى في السوشيال ميديا والناس تداولتها مدى فعاليته، والسؤال الثاني مضارة، فطلعت بعض الدراسات اللي تقول فعاليته بسيطة أو فعاليته ممكن تكون مفيدة في بعض الحالات اللي هي تقليل كمية الفيروس وتقليل الأعراض. في نفس الوقت طلعت دراسة يمكن اللي هذه الأسئلة تتكرر بس في الأسبوع الماضي، واللي كانت في مجلة علمية مرموقة اللانست، إنه هو في استدي اللي هي دراسة علمية، وقالوا لا إن مضارة كبيرة، بالذات المضار اللي لها علاقة باضطرابات دقات القلب، وهل ممكن فيها خطورة وممكن تسبب. هو الدواء في حد ذاته أنت ينطبق على أي دواء في العالم، تستخدمه بالجرعة الصحيحة وفي متابعة يومية بشكل دقيق للمرضى، ما راح تشوف المضاعفات. صحيح. فهذا احنا بروتوكول علاجي في مملكة البحرين اعتمد على هذه الأساسيات، وحتى يمكن سمعتون أن حتى منظمة الصحة العالمية كان عندهم اللي هي التجربة الكلينيكية، وأعطوا كان في تعميم قبل أيام أنه راح يوقفون هذا استخدامه لما يتأكدون هل في مضار تفوق ويسحبونه أو أنه يرجعونه، وراجع
راجعوا الدراسات الموجوده والنتائج، حتى هذه الدراسه اللي طلعت في اللانست وقرروا امس يمكن منظمه الصحه العالميه قالوا لا راح يرجع وراح يستخدم. فهم وزنوا نفس الموضوع هل هو فائدته ولا لا، فطلع القرار العلمي هذا منظمه الصحه العالميه يمكن استمرار استخدامه بس في حدود المتابعه الطبيه، واللي هي اساسا احنا في مملكه البحرين البروتوكول العلاجي عندنا اللي وضع من قبل الفريق الوطني جرعاتنا فعلا موزونه وبطريقه لا تضاهي يمكن الجرعات حتى اللي طلعت في الدراسه، جرعاتهم كانت اكثر. الشيء احنا قبل لا نبدي المريض على الادويه نروح نسوي احنا نسميه مدى خطورته على المريض، يعني نشوف الريسك اليه، هل هو خطر عليه؟ ما نبدي. هل هو عنده شيء يمنع استخدامه؟ يعني مثلا المرضى يعني كانت شخصون حالته الصحيه إيه نعم. واذا كان في مثلا اي مضار نتيجه يس. اذا مانع عليه مثلا المرضى اللي عندهم نقص الخميره ما نبدي لانه ما يتعامل مع، يعني ما نقدر نبدي على مرض نقص. فقبل لا نبدي الدواء نعمل تخطيط للقلب نتاكد ان المريض ما عنده ولا عنده اي عوامل كامنه نعم. ممكن تخطر عليه. دكتوره يعني احنا يعني على ثقه تامه يعني جميع البروتوكولات العلاجيه المتبعه في مملكه البحرين، وهي طبعا يتم تحديثها باستمرار خصوصا نعم. البحرين يعني عضو فاعل في يعني دوليا نتكلم نعم. دوليا، وهي جزء ايضا من فريق التضامن في منظمه الصحه العالميه نعم. وهذا شيء يشرفنا بالطبع في مملكه البحرين. لكن اذا تكلمنا عن هذا العلاج تحديدا يعني مثل ما تفضلت ايضا هناك اشتراطات يعني، وهناك ايضا فحوصات ما قبل استخدامه على المريض نعم. يعني هل هناك ايضا حالات يعني لا ينطبق عليه هذا العلاج، واذا ما انطبق عليه هذا العلاج يعني فتلجؤون الى اي بروتوكول؟ اوكي السؤال جميل جدا. فاحنا مثل هذا فهي الخطوه الاولى تقييم حاله المريض نعم. وهل ممكن احنا يعني نبدا عليه الدواء، واذا كان ممكن البدء نقوم بمتابعته يوميا بتخطيط للقلب بمتابعه نتائج الدم ونشوف فعاليه الدواء عليه. هذا مستمر لكل المرضى من بدينا احنا باستخدام الدواء، وهذا يطابق البروتوكولات العالميه المستخدمه فيه نعم. بالنسبه اذا المريض مثل ما تفضلت لا يسمح لنا حالته الصحيه او ان عنده اي عارض ما يسمح له، نقوم نلجا للادويه الثانيه. بالنسبة للأدوية الثانية المتوفرة والموجودة في بروتوكول مملكة البحرين، يمكن بروتوكولات معظم الدول هي نفس الأدوية نعم. وكل هذه الأدوية ليست دواء مخصص إلى كوفيد 19، هو كوفيد 19 ليس له دواء للحد لهذا الوقت نعم. فهي كل هالأدوية تساهم في تقليل كمية الفيروس في الجسم وتقلل من المضاعفات أو المضاعفات اللي هي الأعراض. لاحظوا في مرض الكوفيد 19 إن في درجة من الالتهاب كبيرة في الجسم، وهذه اللي تسبب صعوبة التنفس ويحتاج يمكن لعناية مركزة ويمكن تحول الحالة إلى غير مستقرة. في أدوية ثانية وهي كلها تعتمد على تشخيص المريض نفسه في أي مرحلة من المرض، يعني اللي عنده حالة بسيطة غير متوسطة غير اللي احنا نسميهم اللي هم تحت العناية أو الكريتيكال اللي هي الخطرة الحالات الخطرة، وكل منهم يكون له نوع من الأدوية اللي تناسب هذه الحالة بحسب الدراسات العلمية الموجودة والتوصيات الموجودة عالميا. جميل. يمكن عشان كذا دكتورة احنا دائما نقول أن إذا الشخص حس بأي أعراض يعني حتى لو كانت أعراض بسيطة ولكن مشكوك فيها يرجى المبادرة بسرعة اللي هو يعني الاتصال بالجهة المعنية علشان ما تزيد الحالات. ويمكن آخر الأرقام اللي شفناها تفاقمت يمكن الأسباب اللي ذكرتها في المؤتمر أنه ما كان في مراجعة يعني بشكل صحيح، أو خلينا نقول يعني من البداية عشان فعلا تقدرون تقيمون الحالة بالشكل الصحيح. احنا لازلنا مستمرين معك دكتورة، ولكن أكيد راح نتكلم عن التدابير اللي اتخذتها مملكة البحرين. وفي شأن ذلك مملكة البحرين اتخذت العديد من الجهود طبعا في المجال الصحي اللي أصبحت مرتكز للنجاح في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في مملكة البحرين. ولله الحمد يعني احنا دائما نقول محظوظين ان احنا في البحرين. نتابع هذا التقرير عن هذه الجهود وراجعين لكم مع دكتورة جميلة. Thank you.
عودة مجددا مشاهدينا مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة جميلة السلمان. دكتورة، بنواصل حديث يعني عن البروتوكولات العلاجية المتبعة والأدوية المستخدمة. اليوم احنا نتكلم عن هناك يعني دواء جديد يعني ظهر، وهو مخصص تم يعني إنشاء خصيصا لعلاج فيروس كورونا، ويعني ودخل في مراحل اللي هو التجارب السريرية على مستوى العالم بدءا من اليابان، وهو يعني دواء الريمدي سيفير. نعم. اي نعم، فلو تكلمين عن هذا العلاج، فهل احنا نستخدمه في مملكة البحرين حاليا او هو بالنسبة لدواء الرامديسيفير نفسه هو بعد مضاد للفيروسات. نعم. وهو دواء ليس بجديد. نعم. صار لأكثر من 10 سنوات واستخدم في فيروسات ثانية، منها الإيبولا لما طلع، والأذر يمكن الأنواع الثانية من الكورونا، وتم تجربته ولم يثبت فعاليته في الفيروسات السابقة. فهو وجوده هنا قاموا التجارب، يمكن أكثر دول قامت مثل ما تفضلت في دول في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وجربوا وسووا الاستاديز هذه للتجارب الكلينيكية. نعم. ولاحظوا أن أكبر دراسة اللي طلعت يمكن تقريبا حصل لها يمكن 3 إلى 4 أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي على أساسها اللي هي منظمة الأدوية والصحة في الولايات المتحدة أقرت استخدامه في الحالات مثل ما قلنا المتوسطة إلى الخطيرة. نعم. الخطيرة طبعا هو كدواء صاير جديد في انه ممكن يستخدم، بس بعد هو مو دواء فعلا مخصص للكوفيد 19. نعم. لاحظوا ان في الدراسه هذه اللي طلعت واللي اعتمدوا عليها ان الحالات هذه المتوسطه او الخطيره يساعد في الشفاء بمعدل 3 إلى 4 أيام تقريبا، اقل من المرضى اللي ما حصلوا عليه. فهو في نسبه. نعم. يعني مثل ما يقول مشجعه لاستخدامه، وفي حالات معينه لازم تختار بحسب الطبيب المعالج. بس كل الاراء ايجابيه حوله يعني نشوفها الى الان. نعم. طبعا هذه كلها يس انه موجوده، هذه طبعا نتفق معاكم ان هي ايجابيه وممكن استخدامه. وبالنسبه لمملكه البحرين هو هو جزء من البروتوكول العلاجي اللي ههو في تجربه منظمه الصحه العالميه اللي. نعم. هي التضامن. فهذا هو استخدامه متى إن شاء الله يوصل لمملكة البحرين، بيكون على حالات معينة اللي ينطبق عليها التعريف العلمي عشان نشوف فائدة إن شاء الله. جميل. دكتورة، يعني إحنا يمكن يوميا، وحتى يعني خلينا نقول مو بس في برنامجنا بس، حتى يمكن في وسائل التواصل الاجتماعي في وزارة الصحة وغيرها من خلينا نقول الحسابات اللي تتداول الإحصائيات اليومية اللي هو مرض الكورونا، يمكن في عبارات تستخدم احنا محتاجين شويه نوقف عندها ونشرحها اكثر حق المشاهدين. لما نقول الحالات المستقره، لما نقول مثلا الحالات اللي تتلقى العلاج، هل في فرق ما بين الحالات المستقره والحالات تتلقى العلاج؟ ولما نقول حالات مستقره، هل معناته ان ذي الحالات ما قاعده تاخذ اي نوع من العلاج؟ اي نعم. بالنسبه لما في يطلع في التقرير اليومي للحالات المستقره، هذه اللي ليس لديها أعراض ولا تحتاج لأي نوع من العلاج. لا أعراض ولا علاج. ولا علاج. يمكن يكون نعالج أشياء مصاحبة، يعني أشياء مصاحبة ما لها علاقة بالكورونا نفسها. يعني مريض مثلا يكون عنده ضغط أو سكري، هذه أدوية العادية ما لها علاقة بمرض الكورونا. بس هو ما يستخدم أي أدوية مخصصة إلى مرض الكوفيد 19. جميل. لأن إحنا مثل ما قلنا هذه الأدوية تختار لكل مريض يعني وتعطى لكل مريض على حسب الدراسات العلمية والأنواع معينة من الحالات اللي ممكن تستجيب إليها بالنسبة طبعا. وبعدين تكون هذه المستقرة، واللي على علاج يكون عليهم مجموعة من الأدوية اللي هي مضادة للفيروسات، والحالات طبعا تكون المجموعة الثانية اللي هي تكون تحت العناية أو المركزة، ولا تعامل بكريتيكال كير احنا الحالات الحرجة. يعني يعني دكتورة، يعني من يعني بدأت أنباء الفيروس تطلع حول العالم، واحنا يعني في سباق مع هذا الفيروس، يعني وضعنا خطط احترازية منذ البداية، يعني الفريق الوطني يعني قام بجهود جبارة فيما يعني حتى قبل حدوث أول إصابة في مملكة البحرين. لو نتكلم عن أهمية الإعلان المبكر يعني للحالات للسيطرة، هل يعني ساعدتنا فعلا في موضوع السيطرة على الفيروس وعدم انتشاره في مملكة البحرين؟ طبعا الاكتشاف المبكر. نعم. والإعلان المبكر حتى على الأعراض، هذا جدا جدا مهم، جدا جدا مهم. نعم. احنا يعني ممكن احنا في مملكة البحرين بدأت مثل ما تفضلت هي برؤية القيادة الرشيدة ان شنو التخطيط مالنا ل6 أشهر، حتى قبل، لأن حتى في المنظمات العالمية تبدي تحطها كأساسيات لمواجهة هذا الفيروس. نعم. يعني ما شاء الله احنا بدينا فيها سبقنا فيها الدول، يمكن حتى في احنا في المنطقة يمكن بدأنا حتى في الترتيبات قبل معظم الدول. هذه الأساسيات واضحة ان لازم يكون او يعني كل التقارير العلمية تشجع وتدل ان اذا كان عندنا عدد الاختبارات كبير بالنسبة. نعم. لعدد السكان، انت راح تطلع الحالات في مثل ما نقول المرحلة الأولية المبكرة.
انت لما تطلع المراحل المبكره الاوليه شو اللي تستفيد؟ تستفيد شيئين اهمهم. اول واحد متابعه المخالطين. نعم. على اساس ما حد يتحول ويصير من غير مصاب الى مصاب وانت ما تعرف عنه، عشان تقلل اختلاطه يعني نعدي الاشخاص الثانيين. نعم. النقطه الثانيه اللي جدا جدا مهمه هو الحالات، ان تكون لما تبدا عليها الاعراض لازم تكون توصل الى الرعايه الطبيه الصحيحه. نعم. لان لاحظوا، وطبعا هذا احنا مملكه البحرين حتى على مستوى دول العالم، ان الحالات لما تجي في المراحل المتاخره قليل ما يمكن اعطاء لهذه الحالات. نعم. قليل، لان احنا مثل ما قلنا هي مو اللي هي الادويه اللي هي موجوده، ولا هو نفس الشيء، هي في المراحل المبكره. مثل احنا في علم الاوبئه احنا هذا مثل ما نقول من الاساسيات عندنا، لما يجي المرض في بدايته اي نوع من الالتهابات، حتى التهابات الرئويه، التهابات الدم. نعم. في المراحل المبكره تقدر تسيطر، تقدر تتابع، تقدر تقنن، وتخلي النتائج مالك للعلاج تكون ممتازه. فكأن نقول كنا رعايه دكتوره، رعاية وليس عنايه. اي نعم. فهي تخلي ان ممكن توصل كل العلم اللي موجود وكل البروتوكولات توصل الى المريض في الوقت المناسب، هذا. نعم. جدا مهم، وهذا اللي احنا يمكن كررناه سابقا حتى في مجال، حتى في الاعلام وزاره الصحه، ان اي احد تطلع عليه اي اعراض، احنا نكرر اي اعراض ممكن تكون مشتبه فيها لمرض الكورونا يجب التبليغ عنها، على اساس احنا ممكن نساعد المريض ويكون ان نكون في الحالات المبكره بدون ما يتعرض لمضاعفات ان شاء الله. نعم. جميل. يعني دكتوره احنا برغم كل هذه الامور اللي قاعدين نسويها والجهود الكبيره اللي قاعده تبذل من مملكه البحرين وانتم في الصفوف الاماميه والجميع امامه، الا ان يعني مع الاسف نقول يمكن شهدنا مؤخرا ارتفاع في نسبه المصابين بفيروس كورونا. كثير من الاجراءات الاحترازيه الان تم الاعلان عنها يمكن خلال المؤتمر الصحفي، وخاصة خلينا نقول فيما يتعلق بموضوع يمكن الكمامات. نعم. يمكن هذا الموضوع دكتورة أنا شوية حابة أني يمكن أسأل عنه، لأنه لحد الحين برغم يمكن كم الكبير من التوعية اللي قاعدين نشهدها، لازال في البعض عنده لغط في كيفية استخدام الكمامة بشكل صحيح. صح. نشوف ناس مثلا يحطون الجانب الأزرق، وفي ناس تشوفينهم لابسين الجانب الأبيض، فمهم إن احنا نفرق فيما بينه عشان حتى طريقة الاستخدام تكون صحيحة، وبالعكس بدال ما يكون شيء أنا أستفيد منه لا ينقلب علي يصير كأن أنا سببت حق روحي ذي الشيء. فياريت نتكلم عن ذي الموضوع دكتورة. طبعا لبس الكمامات يمكن راح في مراحل حتى على مستوى العالم، يعني كل العالم يمكن نرجع شهر 2-3 إلى 4 إلى حين. الأساسية هي الفكرة الأساسية هو الفيروس الكورونا كوفيد، يعني أنا أتمنى من جميع المستمعين يكون يعرفون الأساسيات اللي هو إحنا ليش قلنا لازم يكون الماس نلتزم به. المرض هو أساساً ينتقل مثل ما قلنا إنه يكون بالرذاذ، عن طريق الرذاذ. إنزين، ممكن متر مترين، ممكن أكثر، يعني ممكن أكثر حتى ساعات هم يقولون أنت إذا كان في منطقة ما فيها أي هواء متحرك متر لمترين، لو كان عندك رياح ممكن الرذاذ ينتقل أزيد. الشيء الثاني اللي هو الأسطح، هذا جداً مهم. الكمام هذا وين يفيد؟ يفيدني أنا ويفيد اللي قاعد معي. يعني أنا لما أتكلم إذا كنت أنا مصابة أو أنا غير مصابة، الشخص مصاب، أنا أحمي نفسي، أحمي الشخص اللي معي، هذا يقلل. لأن إحنا يمكن ناس كانت تتكلم على طريقة انتقاله، هي كمية عدد الحالات في كل دولة تعتمد على أنت تقليل الانتقال من شخص، يعني هي تبدي على المستوى الفردي. نعم. وبعدين تطلع لك الأعداد الكاملة. فإذا أنت على المستوى الفردي، وأغلب الدول اللي نجحت في أن السيطرة على الفيروس وأن تقلل من الأعداد، التزامهم بهذا التباعد الاجتماعي، المسافة. نعم. بلبس الكمامات ونظافة الأيدي، هذه أساسيات يعتمد عليها. طريقة لبس الكمام، وإحنا يعني يمكن العلم الحين الناس طبعا وتعت إلى الموضوع شلون ممكن تستخدمه، هل هو مثل ما تقولين الماسك الطبي، هذا الكمام الطبي، أو حتى أي نوع من يعني يكون أي نوع من القماش ممكن، هو الأساسية الفكرة اللي تمنع إنه يكون يمنع الرذاذ من يوصل أو إنه يطلع من عندي لشخص آخر. هو مهم إنه يحكم ويكون موجود لنا، وعدم لمسه تكرارا، لان لاحظنا الناس بعد ممكن يخلونه لوز، يعني يكون مو مضبوط. فانت لا، انت تبغيه يكون محكم واضح، وفي طبعا هني الباند اللي تلصق ان تكون قريبه من الانف على اساس ما يسمح للرذاذ انه يدخل، وان تحس انه فعلا حاكم التنفس مالك. بالإضافة إلى أن يعني إحنا نقول لا تلمس الوجه، لأن إحنا مو بس ينتقل بالرذاذ، ينتقل بالأيدي. بس بعض الناس يعني تحطه وتحرك يعني أنت لازم أيدك بعد تكون نظيفة، يعني أنت تحطه وتتأكد فعلا أنه أنت تلتزم به معظم الوقت فيه، ما عدا لما تكون أنت لوحدك، ده شيء ثاني، يعني في السيارة وهذا يعني ما بتعدي أحد ولا أحد بيعدي.
بس التزام بمعظم الوقت في كل أماكن العامة شرط جدا جدا مهم إذا نبغى نقلل الألوان الحالات. دكتورة الألوان من بالنسبة اللي يكون جده؟ بالنسبة للألوان هذا يعتمد بعض الشركات يعني طبعا اللي موجودة في يعني الناس تكون الأساسية مالت الماسك إنه تمنع طبعا بعض الشركات في لونين بعضها ترى ما في لونين بشوف هو لون الخارج والداخل يكون لون واحد بعض الدراسات إنه هو كيف صنع وهو يقول انه طبعا هذا الاساس هل هو الملون يكون عاده في الخارج والداخل والداخل يكون البلين بس بعض الماسكات اللي تستخدم في العامه واللي هي مو طبيه مو تستخدم حق المستشفيات او نعم. الجراحه ترى ما فيها لون يعني هو انا ما ابغى الناس تعتمد على اللون لان بعضها يكون ابيض برا وداخل هو نفس اللون هو اهم شيء احكامه بطريقه احكام الاغلاق هو لان اكثر نعم. من لاير اكثر من طبقه تمنع نقل الفيروس نعم ولهم طبعا طريقه يعني ارتداء او طريقه يعني ازالته من الوجه نعم. دكتورة يمكن يعني يخطر على بال المشاهد حاليا هو يعني في المرحلة الحالية احنا نتكلم اكثر عن يعني مسؤولية الفرد نفسه مسؤوليته تجاه اسرته وتجاه المجتمع هذا ما اكد عليه يعني سمو ولي العهد الله يحفظه في تصريحه الاخير يعني مهم جدا نحن اليوم نكون اكثر وعي من قبل على اساس ان احنا نقدر ان احنا نقضي على هذا الفيروس لكن يمكن السؤال الاهم حاليا اذا اتبعنا هذه الاجراءات هل هي كفيلة بالقضاء على الفيروس؟ يعني هل ننتظر أيضاً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية هل ننتظر وصول اللقاح؟ أم فقط قد نكتفي في المستقبل بتطبيق فقط هذه الإجراءات؟ سؤال جداً مهم وفي شقين مهمين نعم تفضل الجزء الأول اللي هو مدى تطبيقنا لهذه الإجراءات الاحترازية علميا ويمكن انا ذكرت جميع الدول اللي استطاعت تقليل عدد الحالات وفعلا النجاح احنا قضاء كليا او تقليل الحالات لان نعم. معظم الدول تعرف ان هي تبدي الحالات ترتفع توصل الى التسطيح له المنحنى وبعدين تبدي تنزل جميعها التزموا بجميع الاجراءات الاحترازيه واللي هي مبنيه على اسس علميه نعم. اللي هو مثل ما تفضلت له التباعد الكمامات نظافه الايدي النظافه الشخصيه الإحساس بالمسؤولية بالأشخاص اللي هم أكثر عرضة للمشاكل اللي عايشين معانا كبار السن المرضى هذا جدا جدا مهم لأن إحنا ممكن نعطي أنا كطبيبة أنا ممكن أعطي التعليمات بس أنا ما بقدر أتأكد أن يطبقها المريض هو ياخذ هو يكون in charge of it هو يكون المسؤول عن تنفيذه هذه راح تساهم تطبيقها كاملا ببي حذافيرها يمكن ناس يعني يمكن بعد اتوقع يمكن ما احنا يمكن قلناها اكثر مره صارت عاديه وبعض الناس بدات تتهاون في بعضها يعني يقول انا لابس الماسك يمكن ما احتاج انظف ايدي يعني او انظف ايدي يمكن ما احتاج الماسك انا متباعد ما يعني هي مجمله يعني الناس لازم تعرف انه تطبيق كامل انت ما تختار واحد من الطبقه وتخليه ما راح يفيد هو تطبيقها راح يقلل ان شاء الله ويساعد بتعاون الجميع راح ان شاء الله نقدر نقلله الموضوع الثاني اللي هو التطعيم ان شاء الله الكل يأمل والكل على مستوى العالم أن هذا التطعيم يطلع طبعا في مجموعة كبيرة من الشركات قدمت للتطعيمات وصل مجموعة منها إلى المراحل النهائية في الدراسات مو في المراحل النهائية أنه يطلع إلى مثل ما نقول الأسواق ويعمم لا طبعا منظمة الصحة العالمية أعلنت من شهر فبراير تتكلم على سنة إلى سنة ونص حتى يوجد لقاح هو مو يوجد بس علميا هو أنت عشان حتى لو طلعت اللقاح الصحيح نعم. إنتاجه بكميات كبيرة صحيح. يوزع على دول العالم هذا بعد يحتاج إليها وقت فهذا هو الحسبة كانت على أساس سنة إلى سنة ونص إن شاء الله يكون إحنا طفنا منها شوي مدة فنتأمل كنا إن شاء الله ما تكون على نهاية هذه السنة اللي يكون أو قبلها يمكن تكون في شركات تنجح في دراساتها ويوصل اللقاح ويسهل الموضوع على الجميع إن شاء الله إن شاء الله يا رب إحنا أمل عندنا كبير دكتورة طبعا لأن إحنا يمكن البحرين ولله الحمد دائما إحنا نقول فخورين ومحظوظين بأن إحنا موجودين في هذه المملكة العزيزة اللي أخذت تدابير يعني منذ البداية والحمد لله بفضل هذه التدابير وبعض هذه الإجراءات وصلنا لمرحلة متقدمة العالم كله قاعد يشيد فينا اليوم احنا دكتورة يعني نأمل في عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي ويمكن لاحظنا في كثير يمكن من الناس أو يعني أو خلينا نقول الدول تحديدا رجعت إلى ممارسة الأنشطة اليومية لكن هي مو المهم أن احنا متى بنرجع لممارسة هذه الأنشطة لكن كيف أنا ممكن أرجع لممارسة حياتي الطبيعية ولكن بشكل أكون فيه فعلا مسؤول وواعي عن السلوكيات اللي أنا قاعدة أسويها كلمينا عن دكتورة عندي شيء طبعاً اللي تفضلتين نبي يختصر مثل ما يقولون أهم نقطة ممكن نتكلم عنها
في المسؤوليه الفرديه وفي مسؤوليه المجتمع. نسأل المجتمع، مملكه البحرين بفريق البحرين بالطواقم الموجوده على كل الاصعده، على كل قدمت وتقدم وراح تقدم المزيد، يعني ما حد راح يتهاون في اي تطبيق من اي اجراء من كل الجهات. بس وجود هذه الاحترازات على المستوى العام ما راح تقلل الخطوره في على المستوى الفردي، ويمكن هذا اللي شفناه، يمكن اشرنا اليه في المؤتمر الصحفي، ان الزياده اللي صارت في المجتمع البحريني الفتره الاخيره هي كان سببها واضح، كان التجمعات العائليه. فانت كشخص وكانك مسؤول، انت مسؤول عن نفسك، عن عائلتك، عن اولادك في البيت، عن كبار السن، هذه اذا انت ما طبقتها الاجراءات الاحترازيه الموجوده ما راح توصل للهدف المنشود. يعني انت تحط احترازات وتطبقها، مثل الدواء، انا اذا اعطيت المريض وصفت له دواء وهو راح البيت ما اخذه ما استفدنا، ما راح نوصل لنتيجه العلاج. فاحنا نتمنى من الجميع نتمنى، وهذا يعني احنا فعلا شفنا في بدايه الامر شلون ان فعلا الناس التزمت بكل المقاييس، وفعلا كنا لفتره الحالات جدا جدا بسيطه في المجتمع البحريني. بعدين اللي صار فيه انه كان في درجه شوي من التعود على الوضع او التهاون في تطبيقها جميعها، وهذا اثر. يعني الناس ساعات احنا يقول الشخص على موضوع جديد ياخذ كل الاحترازات، لما يتعود عليه يصير جزء يمكن من روتين، تغلب العاطفه شوي، تغلب العاطفه. فكانت كل، يعني لما احنا كنا العائلات او احد من المرضى او المصابين نبغى نعرف شلون صاداهم، فكان السؤال واضح والاجابه جدا يعني واضحه. اي كنا احنا في تجمع للعائله، ورحت لاختي واخوي وصل وبناته موجودين، وقعدنا شويه، يعني هي بحسن نيه وبعاطفه وبروح الاسره فهي ممكن احنا ما نقول لحد يشوف احد، احنا ما قلنا لحد يسال عن احد. هذا الشيء يعني التباعد الاجتماعي والاحترازات ما تمنع التواصل الاجتماعي، ما تمنع هذا. الناس احنا بالعكس، انا اشوف ناس قالوا قمنا نسال عن اهلنا اكثر لان كانوا مشغولين في شغلهم، ما كانوا يسالحين كل يوم يتصلون بالتواصل. حتى الزياره احنا قلنا في نطاق العائله الصغيره، وحتى هي نفس المبادئ الاساسيه، التباعد، الماسكات والنظافه، انت ممكن تزور شخص واحد او شخصين، ما يكون اكثر من 5 اشخاص في المكان الواحد وملتزمين، ما راح يصير. حتى لو كان في الخمسه واحد مصاب، جدا تكون مثل ما نقول خطوره التعرض له او الاصابه تكون كلش قليله. ونرد نرجع للنقطه اللي تفضلتين بها، اهتمام كل شخص والتزامه هي النقطه الاساسيه اللي لازم نركز عليها كلنا عشان نقدر ننجح ان شاء الله. دكتوره انا والله اذا تسمحي لي ودي اسال سؤال، يعني في علم الاوبئه، يعني اذا تكلمنا عن طبيعه الفيروس هذه وانتقاله، ويعني من يعني نتكلم عن انتقاله مو بس من شخص لشخص، يعني ينتقل من دولة لدولة على شكل يعني مجموعات، يعني أثناء يعني نعرف أن الفيروس يعني يتحور مع الوقت، وقاعد نسمع أنباء في نفس الوقت أن الفيروس يعني يضعف، وهذا يعني تصريح سمعناه يعني من جهة مسؤولة. حدثينا أكثر عن يعني طبيعة تحور الفيروس، هل ممكن فعلا أنه يضعف، خصوصا يعني أيضا خلال المؤتمر الصحفي لأكثر من مرة أعلنتوا عن يعني اكثر نوع من نوع لهذا الفيروس اللي هو A و B و C اعتقد. هو طبعا السلالات، هو علم الاوبئه يعني بصفه عامه، كل فيروس له طبيعته، هو ما يشابه، يعني كل فيروس ما يشابه الفيروس الثاني من العائله نفسها، من العائله نفسها. بالنسبه هذا لانه فيروس جديد، فالتوقعات موجوده مفتوحه، يعني كلها مفتوحه. في توقعات تقول لان شافوا بعض الدول ان قلت الحالات، هي قلت الحالات وبدت الحالات تكون أضعف أو أقل، بس هذا ما لها أي مستند، ما في شيء يقول أن ضعف فعلا الفيروس. طريقة المرضى لما يجون الأعراض هي نفسها، نسبة الوفيات تختلف. نسبة الوفيات هذه جدا جدا مهمة بين الدول، لأن ارتباطها بأشياء يعني محددة علمية، يعني إحنا ما أقدر أقارن مثلا واحدة من دول المنطقة أو مملكة البحرين بإيطاليا أو الولايات، لا، هي كلها العلم كله في الفيروس نفسه، وحتى من شخص لشخص ما أقدر أقارن. يعني ما أقدر أقول لهذا الشخص إن هو راح يكون نسبة الوفاة فيه لما يصاب نفس الشخص الثاني، لأن مناعته تختلف، سنه يختلف، ياخذ أدوية ثانية، عنده أمراض ثانية، فتختلف، يعني ما تقدر تطبقها بنفس الحذافير. بالنسبة إلى إنه يضعف، ممكن يضعف، في احتمالات، وبعض الجهات فعلا قالت هو شكله ممكن يضعف. في نفس الوقت قالوا احتمال يجي مثل ما نقول موجة ثانية، والكل يقول يمكن يجي موجة ثانية. شنو العوامل يعني اللي تخليه يضعف، ممكن تخليه يضعف مع الوقت؟ هو التحور في الفيروس نفسه. هو الفيروس نفسه التحور، يعني مثلا يمكن نعطيها على هو فيروس ثاني مو نفس العائلة، الانفلونزا ويانا عشرات السنين،
والفيروس هذا كل سنة يتغير كل سنة، وممكن تكون تغير بسيط، وهذا ممكن احنا ليش ناخذ تطعيم الانفلونزا، وممكن يكون في الفيروس تطور يعني مثل ما نقول تطور او تحور كبير ويسبب لنا بانديميك ثانيه مثل البانديميك. هذا كله يعتمد على الفيروس وتغيراته. لها عوامل كثيره بس ما راح تحدد، يعني ما في احد في هذا الوقت الحين في العالم راح يجزم انه فعلا ضعف وانتهينا او فعلا يزيد او فعلا ما راح نشوفه ثانيه. دكتوره، يمكن في امور بعد يمكن شهدناها كلنا خلال هذه الفتره، يمكن في البدايه اول ما تم الاعلان عن الفيروس كنا كلنا متوقعين او يعني قاعدين نسمع ونشوف عن اعراض معينه، هذه لو صادتنا ممكن احنا نخاف ونبتدي شويه نشوف يعني ممكن احنا نتواصل مع الجهات المعنيه. الملاحظ الان ان في بعض الحالات الاعراض عندهم يمكن ما تظهر، ما تبين بالمرة، يعني لا في سعال ولا في ارتفاع في درجة الحرارة، وهذا الأمر مخيف دكتورة. يعني ممكن الواحد يكون فيه ويخالط الناس ويروح ويجي وهو ما يدري هذا الشيء، نبي نعرف دكتورة. وهذا الفيروس بعد في يعني من الأشياء المميزة فيه، المميزة إنهم فعلا لاحظوا إن حتى اللي ما عليه أعراض هو اصلا اللي يمكن يعدي، يعني من حتى قبل لا تطلع الاعراض وقبل لا يطلع حتى الاختبار ماله يكون موجب، هو اوريدي كان عنده الفيروس واوريدي يعدي له القدره على العدوى قبل لا تطلع الاعراض. وهذا نرد نرجع الاجراءات الاحترازيه لازم تطبق. انا احس روحي سليم بس من يضمن؟ ما حد يضمن، لان انا ممكن ما عندي اعراض بس احمل الفيروس وانقله للشخص اللي ممكن يتضرر منه، يعني يمكن واحد عنده صحته فما يبين عليه لا اعراض ويظل ينقلها من شخص على مناعته، مناعته اقوى من غيره ممكن إيه؟ فيتحمله وما يبين عليه الاعراض، فهي حتى الاعراض تختلف من شخص الى اخر، فعدم وجود الاعراض لا يلغي وجود انه هو يكون المرض. بس هو الوسواس دكتور احنا قاعد يذبحنا يعني يعني ساعات انت الواحد يمكن مجرد التفكير في الموضوع تحسين شويه بلاعيمه، تحسين في شويه في الم، بس انا في كورونا انا يعني هذه الاحساس صح ولا لا؟ كل مره هو شيء طبيعي، هو شيء طبيعي. يعني ناس حتى يقول لي بديتون تتكلمون حسيت بلعيمة، يعني انا ما عندي شيء بس وانتم تتكلمون انا بديت احس بالاعراض. هي الخوف، انا ما بسميه هو درجه من الخوف، يلزمها ويصاحبها حذر وذكاء في التعامل معها، هذا مهم جدا مهم جدا. فهذا اللي احنا نتطلبه انه ما يكون خوف، لان هو التوازن. هل انا خاف لدرجه ان تشل حياتي وما اقدر اعيش وما اقدر احمي نفسي ولا اللي معي؟ هذا ما احنا ما نشجع عليه. هو الخوف من اي مرض، احنا سبحان الله الله خلقنا واحنا معرضين لاي شيء موجود سواء كان الكورونا او غيره. فانت لما تحذر وتطبق جميع الاجراءات والوقايه، احنا كلنا نقول خير من العلاج، وتتبعها الصحيحه، يكون عندك انت يقين اكثر ان شاء الله ما راح يصيدني، وحتى لو صادني انا بتلقى العلاج المناسب وان شاء الله ما بتكون عندي مضاعفات. هذا وضعه بمنطق يعني منطق علمي وبتعاون الجميع وتطبيقها، لا ان شاء الله يكون الوضع احسن. لا شك دكتوره ان حتى الفتره الاخيره ارتفعت يعني بشكل كبير يعني حالات التعافي ولله الحمد، يعني البركه في جهودكم طبعا، جهود الجميع الكبير، هذه يعني فضل رب العالمين ومن ثم فضلكم يعني في الفريق الوطني. يعني لو سالتك دكتوره ما هو سبب يعني تفوق مملكه البحرين عن غيرها في نسبه التعافي؟ هذا السؤال يمكن تكرر اكثر من مره، ويمكن هذا الجواب عليه الدول اللي يمكن يكون مشابهه نسبه التعافي عنها. انا ارجع الى النقاط الاساسيه، ولقينا احنا في مملكه البحرين بفضل التوجيهات الرشيده ان احنا بدانا بدرجه مبكره قبل حتى لا توصل اي حاله، اللي هي مهم الكشف المبكر. انت لما تطلع الحاله وتشوفها ان هي موجبه قبل لا تطلع عندها اعراض وتمنع انه يعدي شخص اخر، هذه جدا جدا مهمه. ولما يكون المريض يوصل في حاله مبكره ونبدي عليه حتى الادويه اللي احنا نقول هي الموجوده عندنا متوفره ومنها الهيدروكسيكلوروكوين، تقدر تحمي المضاعفات وتقلل الفيروس وما يتوصل الى، وهذا يقلل يعني مثلا حتى الهيدروكسيكلوروكوين ويمكن دواء الريمديسيفير اللي تفضلت به، هو كانت ميزتهم حتى في الدراسات المختبريه انه يقلل مده وجود الفيروس في الجسم والتعافي اسرع. فاحنا عندنا استنادات علميه تساعدنا ان تقول لنا والله اذا هذا المريض وصل في المرحله المناسبه وشخص راح يساعد. هذا يرجع له تنظيم الخطط الوطنيه هذه واللي ساعدنا فعلا للتطبيق. فعندنا اجراءات احترازيه مثل ما نقول الفحص المبكر
وجود الحالات، متابعة المخالطين وبدء الأدوية في المراحل المبكرة الموجودة عندنا ومتابعتها حتى بعد الشفاء وخروجهم المنزل. لما نحطها كلها هذه كمنظومة صحية، كخطة مدروسة وفعلا هي تتواكب مع كل التطورات الموجودة في دول العالم، هذا يمكن يعطينا نسبة التعافي، يعني ترجمة لنسبة التعافي الموجودة في المملكة. أمانة يعني دكتورة الحديث معك جدا ممتع وشيق، وفي كثير من المعلومات يمكن أكيد إحنا استفدنا منها، وأكيد مشاهدينا اللي يتابعونا بعد استفاد منها. ما ودنا نختم معك أبدا، ولكن إذا في كلمة أخيرة دكتورة أنت حابة توجهينها لكل من يتابعنا اليوم، للمجتمع البحريني اللي فعلا إحنا كلنا نراهن ونعول على وعيه الكبير. أعتقد هي فعلا مثل ما تفضلتين، أنا أقدر أقولها وأعتقد الكل يستشعرها، ما أعتقد يعني حتى اللي يمكن لتهاون، يمكن تهاون مثل ما نقول بحسن نية، هو ما حد يبغى يضر أحد، ولا أنا فعلا متأكدة منه، والكل حتى الفريق الوطني مملكة البحرين كلها متأكدة من جميع الموجودين في مملكة البحرين وعلى هالأرض الطيبة، كلهم قلبهم على البحرين، فالبحرين في عيون الكل ولازم تضل في عيون الكل، وما بتكون إلا إذا كنا تعاوننا وكل شخص منا يعيش ويتعايش مع هذا الفيروس بطريقة ذكية وبدرجة مسؤولية كبيرة. وإحنا متأكدين إن شاء الله، إن شاء الله هي فترة بسيطة وإن شاء الله تكون من مثل ما الذكريات تكون بعدها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة، وشكرا على جهودكم ضمن يعني طبعا الفريق الوطني، عضو الفريق الوطني التصدي لفيروس كورونا، استشاري الأمراض المعدية في مجمع السلمانية الطبي الدكتورة جميلة السلمان، شكرا جزيلا على حضورك معنا. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. مشاهدينا الكرام، فاصل ورجعين.